الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في منتصف برج الفاتحة. ومازلناش هنا لقبيلة ولا لحد، جانا ليش أراضي معينة تخنب وتقتل ليهم 4 سنين قايمين علامات خضر، وكان شفت التالي وصوي مقبور ومش عارف بواحد ميت، ما فهمتش أنا بواحد ميت كيف. المهم رانا احنا التوار حقيقيين، نبو جيش وشرطة، نبو جيش وشرطة باهي، لكن ما هوش الجيش هذا اللي بتاع الصواعق بتاع 32 معزز اللي كان يحاربوا فينا أمس، ومحمد القريب وجماعهم، لا لا هذا تو كلو كفوف من طرابلس. ونحيي ولا نعزي عبد الله الماكر الصينية، معلش معلش عبد الله ان شاء الله صينية دقيقة لحظة بس لحظة، ومعلش ونحب نوضح للشعب الليبي، نحب نوضح للشعب الليبي احنا لا انا مع اخوان، لا انا مع مقاتلة، لا انا مع الخوارج، لا مع حفتر، لا مع صواعق، لا مع مش عارف منو. احنا شباب ليبيين نبغوا ليبيا زي ما بيها الشعب الليبي، متطورة متحضرة. ياسرنا من البلدان الثانية تناسب فينا، ما يبغوناش نتحضروا نطوروا، خايفين من ليبيا لأن يعني معروفة موقعها ومدخولاتها من النفط وتم السياحة انفتحت وكان كذا. فلذلك يا ودي خلوا احنا حكومة تعبانة وفاشلة، لكن بنساعدوها ان هي تتصدى على الاقل الناس اللي في الخارج هذه في الدول الخارجية. يا اخواني الليبيين راهو معمر مات، خلاص اصحوا تو تعالى حط يدي في يدك ونبنوا ليبيا من جديد تحت العالم الجديد، الراية جديدة. أما بتقعدوا تديرونا في حركات وانتو تبع خطر وتبع مانيش عارف شنو، باي توس عليه، معلش معلش تقولوا علينا تبع خطر 4 سنين وخوارج واخوان ومش عارف شنو. انا لاني اخواني لاني خوارج ولا نعرف خطر ولا من يمول خطر، احنا مجهودات ذاتية وفلوسنا ودنيتنا والشباب راهو عمارهم 20 و25 ويبوا يتجوزوا ويبوا يعيشوا، شنو جايبهم ليه الشمس الصاد هذا؟ الا هالقرود هذوما اللي يبوا قاعدين، واحد ما هناش بكر متوفي ما ميت يبوه. يا ريت تطلع حتى مايكل جاكسون نقول على الاقل في فنان عاشقين الناس. باهي المهم راهو اصحوا يقولوا خوارج، يقولوا اخوان، يقولوا انصار شريعه، يقولوا مانيش عارف شنو، هذا راهو كله كلام فاضي. اللي فيكم واحد عمره 35 سنه مسافر وداير العالم الحمد لله وشفنا، ونبوا التطور ونبوا نضافة في البلاد، نبوا قطارات زي الناس، باصات زي الناس، مولات زي الناس، نبوا العائلات تطلع وما نسيبهم حد، نبوا الامور تمام. يعني بالمختصر الاجمالي المختصر المفيد جدا جدا، ركزوا معي، لا نبوها محلولة على الاخر ولا نبوها مسكر على الاخر. ما يجينيش واحد متشدد يقول لي لا المرأة ما تسوقش، انا بنطلع لها امي بالدبوس، امي تطلع لها بالدبوس. هذا كان واحد متشدد، وكان بيجيني واحد محلول بكل بيحلها، لا عيب عاد، احنا رانا مسلمين وعندنا عادات وعندنا تقاليد. فلذلك افهموا راهو يجروا بكم يمين ويجروا بكم يسار، وهذا تبع منه وهذا تبع منه، ويقولوا خطر ليهم 4 سنين واو تو ما شاء الله يقصفوا فينا مصر ومش عارف من جايه من الامارات ومصر، وما فيش ولا واحد تكلم قال تبع سنسنا، قال تبع هادو راهو كيف يقصفوا كيف كذا، وحافظ يقصف ما تكلمش حد ولا قال من دعمه. قطر 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 تينا تصفى قطر هي كبرى كبرى زي طرابلس، انا ما نعرفهاش بكره قطر اللي نبي نعرفها. باي بارك الله فيهم المشهودات، لولا الله شكر الله سعيكم زي هم زي التانيين كلهم، كلهم يصحوا في ليبيا كعكة ويبوا طريف. يا سيدي مش مشكلة النفط احنا ما ناس شاربينا بنبيعوه اصلا هيك ولا هيك، شو بنديروا به؟ وبنبوا نبنوا البلاد، اي شادي لك 30 خضر، شو نتبوا انتوا شو نتبوا؟ شنو تبوا؟ راه معمر مشي ذهبة، وهذا وده وما وده وشده مشده، وأحمد قدام في الدم يطلع من غادي
انت يا احمد انا اتكلم فيك انا كنت مواطن بسيط لكن تو مقاتل نهارك اسود يا احمد قدام في الدم انت مدير روحك تدير في اجتماعات وتدير في 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 امور فهمت عطيها هذه الوحده فهمتوا وتدير وطالع بقروطه خضراء انت تزني انت زين وقصدك انت كان متعتدر في الشعب الليبي وترد المصارف 20 مليار ولا قداش تجيبهم الليبي واشبح سعد الله اعلم بعدين سامحوك ولا لا راهو تم انت راهو عباره عن يعني دسكه مشروطه زي ما يقولوا اخوتنا في بنغازي ونحيي اخوتنا في بنغازي ثوار بنغازي وثوار مصراته ثوار الجبل الله يحفظهم نحن عملنا من المله فيش فيه مله معليش عندك الاسلحه باهي احنا تو قمنا بها باذن الله بنحافظوا عليها ولو كان نموتوا لو كان في سب الوطن هلكنا والله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر قسوة بقوة